أرحب بدءا بضيفنا اليوم الدكتور رضوان زهرو، أستاذي الاقتصادي الاجتماعي بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء. دكتور رضوان مرحبا. مرحبا أستاذ رضوان، هل نبالغ إذا قلنا إن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كان العنوان الأبرز للعام 2023 في قطاعات الصحة والتعليم والشغل وورش الحماية الاجتماعية تحديدا الذي أعطى انطلاقته العاهل المغربي الملك محمد السادس؟ نعم، يمكن أن نقول ذلك من دون أي تردد، بالنظر إلى تنزيل عدد من البرامج، اتخاذ عدد من الإجراءات من التدابير، خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي طبعا، بتعليمات وتوجيهات من جلالة الملك، وأيضا حسب آجال محددة وأجندة ملكية أيضا محددة. يمكن أن نذكر بعض هذه الإجراءات. أولا لا ننسى أنه هذه السنة عرفت في بلادنا زلزال مدمر بكل المقاييس، فأعتقد على أن الحكومة بقيادة ملكية حكيمة استطاعت أن تدبر هذا الزلزال بنجاح كبير، مجهود كبير مالي كبير بذلته الدولة ومؤسسات الدولة من أجل إعادة البناء والتأهيل العام. كان واحد البرنامج اللي هو طموح جدا، شامل مندمج متعدد الأبعاد والقطاعات كذلك. الأمر يتعلق بواحد الصندوق بغلاف مالي قدر حوالي 120 مليار ديال الدرهم. خلقت أيضا أنشئت وكالة وطنية من أجل تدبير هذا البرنامج التنموي الكبير. كانت منحت أيضا ولا زالت تمنح مساعدة مالية من أجل بناء المساكن المدمرة إما كليا أو جزئيا، ثم أيضا مساعدة مالية للجميع المتضررين من دون استثناء قيمتها 2500 درهم شهريا طيلة كل سنة. إذن هذا فقط بالنسبة لتدبير الزلزال. نضيف كذلك المخرجات ديال الحوار الاجتماعي، لابد أن لا ننسى هذه المراجعة ديال الحد الأدنى للأجر خاصة في القطاع العام اللي وصلت الآن 3500 درهم. أيضا الرفع من الاستثمار العمومي خاصة في القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة. لا ننسى كذلك مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني ديال التزود بالماء صالح للشرب ومياه السقي. إذن عدد من التدابير والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بامتياز. ثم هناك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، البرنامج الذي يعتبر نقطة تحول في المنظومة الاجتماعية في المغرب لدعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة، وشرع فعليا الأسبوع الماضي في صرف أولى هذه المساعدات الاجتماعية المباشرة. السردوان، نعم، هذا البرنامج للدعم الاجتماعي المباشر هو من دون استثناء نقطة تحول كما ذكرتم في المنظومة الاجتماعية، محطة تاريخية، مرحلة هامة جدا بكل المقاييس، لأنها ستساهم في تعزيز الأسس للدولة الاجتماعية، تساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في بلادنا، وأيضا ستحسن من ترتيب المغرب بالنسبة لهذا المؤشر على الصعيد العالمي. ويتم ذلك كما قلت بتعليمات ملكية سامية رغم ظرفية اقتصادية واجتماعية ومالية أيضا للدولة اللي هي صعبة. اليوم هو يأتي هذا البرنامج للدعم الاجتماعي المباشر أولا في وقت دقيق جدا ليواكب عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تعرفها عدد من الأسر، خاصة الأسر اللي تتعاني إما من الفقر أو من الهشاشة. نعلم جميعا أن بصدد اليوم واحد أزمة ديال التضخم من شأن القوى ارتفاع عام للأسعار، وهذا لا شك أنه مس بالقدرة الشرائية للفئات وللأسر. إذن هذا البرنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو فعلا نقطة تحول في مسار العمل الحكومي
وخاصة بالنسبة لهذه السنة التي نعيشها. كما قلت، فقد شرع فعليا الأسبوع الماضي في صرف أولى هذه المساعدات الاجتماعية المباشرة، والتي تهم حوالي 1 مليون أسرة، أي ما يعادل 3,500,000 شخص. هذا البعد الاجتماعي أستاذ رضوان زهرو كان حاضرا بقوة أيضا في مشروع قانون الميزانية بدعم قطاعي الصحة والتعليم ورصد أغلفة مالية لبرامج أخرى من قبيل التأمين والتعويضات العائلية. نعم بالفعل حاضر، لأن هذا البرنامج أو هذا الورش الملكي للحماية الاجتماعية هو ورش متعدد السنوات، هو واحد الورش بنيوي ليس ظرفي، ويحتاج إلى عدد من السنوات من أجل تنزيله وتنفيذه. وهنا طبعا الحكومة تتفاعل إيجابا وسريعا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد بمواصلة تعزيز أو تنفيذ هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية حسب الأجل المحدد له سلفا. لكن إضافة إلى تنزيل هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية، نجد أيضا أوراش أخرى ذات طابع بنيوي وأخرى ذات طابع ظرفي. مثلا البنيوي نجد في قانون المالية ديال السنة المقبلة 2024 مواصلة العمل الحكومي من أجل تحقيق الاستدامة ديال المالية العمومية، لأن استدامة ورش الحماية الاجتماعية واستدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر استدامته من استدامة مصادر تمويله. ولذلك الحكومة اليوم خلال هذا القانون المالي السابق وأيضا المقبل هي تقوم دائما بإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية بس تكون هناك واحد الحفاظ على التوازنات المالية، أولا تحسين الموارد العائدات خاصة الضريبية، وأيضا تقليص من النفقات، أيضا إلى جانب أوراش أخرى ذات طابع بنيوي كما قلت تدبير ندرة المياه في بلادنا والإجهاد المائي. ثم أيضا مواصلة العمل الحكومي خاصة من أجل تقليص أو الحد من التضخم ارتفاع الأسعار، وأيضا خلق فرص الشغل. وهنا لابد أن تكون هناك سياسة اقتصادية ناجعة أولا للحد من رفع من الأسعار وخلق فرص شغل دائمة وحقيقية ومنتجة. وماذا عن الإصلاحات الضريبية سي زهرور؟ نعلم بأن تمويل الدولة الاجتماعية يفرض إصلاحات جبائية. نعم اليوم هناك طبعا الإصلاح بدأ منذ المناظرة الجبائية ديال الصخيرات، وانطلاقا من الرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين في هذه المناظرة. اليوم يتم تنزيل ولو جزئيا، لكن يتم تنزيل هذه المخرجات ديال المناظره فيما يتعلق اولا بتوسيع الوعاء الضريبي، ايضا الحد من الغش ومن التهرب الضريبي، ثم كذلك اصلاح عدد من الضرائب الاساسيه خاصه الضريبه على الشركات، الضريبه على القيمه المضافه، والضريبه على الدخل، اضافه الى عدد من الجبايات المحلية. وهذا كله من شأنه أن يجعلنا واحد نظام ضريبي أكثر عدلا وبعيدا عن طبعا عن الفئوية وعن نظام الإعفاءات والامتيازات الذي كان معمولا به في السابق. وهذا من شأنه طبعا أن يحقق نوع من الشفافية، في أولا الشفافية بالنسبة للمقاولات، ثم أيضا الشفافية في التعاطي بالنسبة إذا شئنا لعدد من المنظومات الصفقات العمومية كذلك، حتى تكون هناك حكمة جيدة وحسن تدبير بالنسبة إليها. وفي هذا السياق دائما أستاذ رضوان زهرو، بما أننا نتحدث عن السياسات العمومية استشرافا للعام الذي نستهله عام 2024، نشير إلى عملية إحصاء السكان والسكنة التي من المرتقب أن يتم إنجازها خلال السنة الجارية، والتي تعتبر وثيقة مرجعية في بناء هذه السياسات العمومية. أولا لابد أن نشير بأن المغرب ناجح في تعاطي أو في إجرائه للإحصاء بشكل دوري، وهذا يحسب إلى بلادنا. بعد كل 10 سنوات المغرب يحافظ على الدورية لإجراء الإحصاء، هو إحصاء طبعا للسكان وللسكنة،
ونحن نعلم اليوم على أن الديموغرافيا أصبحت علم مستقل قائم بذاته، له قواعده، له آلياته، له مناهجه أيضا العلمية. هو اليوم ميزة أساسية عندها مردودية عكس ما يعتقد الكثيرون. الديموغرافيا لها مردودية، بنيتها، انتشارها عبر التراب الوطني، نشاطاتها المختلفة اليوم تعد واحد العنصر أساسي في رسم السياسات العمومية الناجعة والناجحة، خاصة في المجالات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسكن. لماذا؟ لأنها تساعد أولا على الاستهداف الأمثل، تساعد على التوقع، وأيضا على استشراف المستقبل. نعم، هي وثيقة مركزية لبناء أي سياسة عمومية، لكن طبعا أي سياسة عمومية مهما بلغت من الطموح ومن النضج فهي لا شك أنها تصطدم بعدد من التحديات والإكراهات. مثلا نذكر بعض منها، المغرب، اقتصاد المغرب نعلم على أنه مرتبط بمتغيرات وطنية ودولية، مرتبط بالقطاع الفلاحي، بالتساقطات المطرية، وأعتقد على أنه لا أحد يمكن أن يتحكم في هذا المعطى اللي هو خارج عن الإرادة وخارج إرادة الحكومة. ارتباط أيضا بلادنا بالتقلبات السوق الدولية، خاصة ما يتعلق بسعر النفط وسعر الغاز، أيضا الارتباط بالتقلبات في الظرفية بالنسبة لعدد من الشركاء ديال المغرب، وخاصة ما يتعلق بالطلب الخارجي، وخاصة عند الشركاء ديالنا التقليديين والأساسيين والاستراتيجيين اللي هما الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يحيلنا وقد يعود بنا أستاذ رضوان زهرو إلى السجلين اللذين شهدهما العام 2023، السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. نعم، جاء ذلك نتيجة لإصدار أولا واحد القانون 72/18 الخاص بالاستهداف الاجتماعي المباشر، وهو اللي أعطانا كل ما يتعلق بالسجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، وأيضا خلق تلك الوكالة ديال السجلات. بالفعل السجل الاجتماعي الموحد هو واحد آلية دقيقة، هو واحد المنظومة اللي تتيح لنا الاستهداف الأمثال على أساس الاستحقاق، وهي اللي تعطينا اللائحة ديال المستفيدين بناء على واحد المؤشر اقتصادي واجتماعي. هذا المؤشر اللي طبعا يتم صياغته بواحد الصيغه والطريقه الحسابيه اعتمادا اولا على مناهج علميه دقيقه، بناء على متغيرات ومعايير موضوعيه، ثم ايضا استعمالا للتكنولوجيا المتطوره والرقمنه. وهذا كله من شأنه طبعا ان يضفي نوع من الانصاف ومن الشفافيه ومن عدم التمييز، حتى يصل الدعم إلى كل مستحقيه من دون إقصاء لأحد كما أراد جلالة الملك. وحتى يحقق هذا البرنامج ديال الدعم الاجتماعي المباشر كل الأهداف دياله النبيلة، طبعا في تحسين الداخل والرفع من القدرة الشرائية، وأيضا صون الكرامة ديال الأسر وديال الأفراد كذلك. نعم، دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، شكرا جزيلا على هذه المشاركة أستاذ رضوان. مرحبا، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في نقاش حصاد غد بحول الله.